السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، عندنا السؤال: وضح مع رسم الجهاز وكتابة المعادلة الكيميائية المتوازنة تحضير غاز الأثلين في المختبر. هسه راح نحضر يا غاز الأثلين. طلاب، يحضر من تسخين كحول الأثيل اللي هو CHOH، اللي هسه راح احفظ لكم اياها واعلمكم شلون تحفظوها، مع كمية كافية من حامض الكبريتيك المركز الى درجة الى حوالي، يعني هاي الدرجة السيليزية 170 درجة سيليزية، اوكي، الى 170 درجة سيليزية. هنا هاي النقطة الدائرة تكتب. طلاب، شلون تحفظ المعادلة؟ تحفظها بطريقة سهلة وبسيطة. تحفظها هذا السي لفظ كي قهوة قه و قهوة، هاي الكافية تشربونها، اوكي، قهوة، اوكي، وها هي بس تكتب 2.5 قهوة، 2.5. إذن الأثلين هو قهوة 2.5، وهنا تكتب له حامض الكبريتيك المركز اللي أنت لازم حافظه H2SO4 إلى درجة 170 درجة سيليزية. هذا لازم أنت تحفظها، بس لازم أنت شون يعني حتى تظل بالذاكرة هي عندك قهوة 2.5. هسه طلاب النواتي ما راح تحفظها، ليش؟ هو نفس 2 سي قهوة نفس C2H، بس راح نصير 4 C2، والH بدل 5 راح يصير 4 وتطلع له جزيئة ماء. انتهت كحل المعادلة. انت تعرفون الماء H2O، طلاب الماء H2O لازم تعرفه، والحامض الكبريتيك انت حافظه، يعني بس انه شلون تحضره لحتى لا تنسى القهوة اللي هو كحول الأثيل CHOH قهوة 2.5. والرسم مالته طلاب كلش سهل وبسيط، يعني ما بي اي تعقيد. هنا راح نتعلم رسمه، هنا راح نتعلم رسم الجهاز واللي هو بسيط جدا، رسم الجهاز اللي هو بسيط جدا. هسه هنا طلاب رسم الجهاز راح نجي نرسم هذا الحوض، اوكي، هذا الحوض بهالطريقة هاي، وكذلك بدورق، هذا الدورق مالته هيك راسمينه، هذا الدورة يعني هيك بهالطريقة هاي، اوكي. يعني طلاب ممكن تخطأ وتصحح بقلم الرصاص، اوكي، انا صححته بحبر يعني ابيض. وبعش عندك هذا حوض ودورة، وعندك هناية راح يكون نفس تقريبا الاستيلين، بس الاختلاف الشمعة، نفس الاستيلين بس الاختلاف راح يكون بالشمعة فقط، هذا الحامل والشمعة، اوكي. هنا باعشوا الطلاب، بس هنا راح تكون عندك شمعة فقط، هاي هنا الشمعة اللي هي حتى انه يكون تسخين. وهنا عندك دورة، باعوا هنا عندك دورة، هذا الدورة هنا، وهنا عندك قمع، هذا القمع. وهنا مثل ما تعلمنا نجي هذا راح يكون هنا اللي هو اللي يوصل بين هذا الحوض وهذا الحوض، الأنبوبة مالت التوصيل. هذا طلاب كملنا الرسم، نفس الأستيلين بس كانت حامل وهذه ماكو، نفسه بالضبط. اللي ما شاف رسم الأستيلين يتعلم الأستيلين نفس الأثلين، بس الشمعة والحامل يختلف عنه، اوكي. هذا هنا راح يكون الحامل يتصل بيه، هنا راح تقول له هذا قمع، وتقول له هذا حامل، اوكي، وتقول له هذا انبوب توصيل. شوف ايش قد هذا حوض، شوف ايش قد سهلات. وهذا دورق، مثل ما احنا قبل شوي يعني بالفيديو السابق سميته سطلة مقلوبة، هذا دورق، وهذا كذلك هم دورق. طلاب ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا انت ايش خليت هنايا؟ خليت كحول الاثيل وحامض الكبريتيك المركز، مثل ما بالكتاب راح نكتب هنايا، راح يكون هذا كحول الاثيل وحامض الكبريتيك، اوكي، المركز. وهنا راح يطلع لك غاز الاسترين، ماء طبعا، هنا عندك ماء، وهنا راح يطلع لك غاز الاثلين اللي احنا نريده. بهالطريقة طلاب هذه يعني باربع دقائق تقدر انت تحفظ السؤال. احفظها طلاب، قهوة 2.5 وحامض الكبريتيك المركز H2SO4 لازم تحفظه وتعرف انه يطلع عندك ماء،
واضح؟ باعوا قهوة، يعني هاي القهوة تشربها انت. 2.5 C2H4 يصير مو 5 ويطلع لنا ماء، وهذا انت حافظه. هذا الرسم نفس رسم الاسترين، اللي ما شاف رسم الاسترين يشوفه وشوف شلون رسمناه بالطريقة. كذلك انطينا المعادلة يعني فد اسم معين. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، مع السلامة. طلاب، اخيرا على الورقة راح تلقونها بقناتي على التليجرام، رابطها موجود اسفل وصف الفيديو. مع السلامة.